فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على نبيه الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكنين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة في الكلام على كتاب الحج سنن الترمذي، باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. ورد عن عبد الرحمن بن عمر أن ناس من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه، فأمر مناديا أن ينادي يقول: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منا ثلاثا أياكم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قول هنا باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. والمعنى هنا أنه قد وقف بعرفة من ليل أو نهار. أخذ بعض العلماء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بجمع وقوله من أدرك صلاتنا هذه بجمع على أن الصلاة صلاة الفجر في مزدلفة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، والصحيح أنها ليست ركن من أركان الحج بحال، بل هي من المستحبات، والذي يجب على الحجيج هو المبيت بمزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة وقال: خذوا عني مناسككم. والدلالة على الوجوب أنه رخص للنساء للضعفة، والنساء أنا متعب جدا والله سامحوني أنا متعب جدا جزاكم الله خير، رخص للضعفة، نعم رخص للضعفة والنساء بالدفع بعد منتصف الليل من جمع. وهنا قال الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج عرفة، ولذلك قال: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. وفي حديث عروة بن المدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين قال: يا رسول الله، إني أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ما تركت حبلا إلا سلكت أو وقفت عليه. قال: من أدرك صلاتنا هذه بجمع وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه. قد قضى تفثه وتم حجه. على إيش يا محمود الصعيدي؟ ما الذي عندك؟ قال: فقد أدرك الحج أيام منى، من تعجل في يومين فلا إثم عليه. أيام منى هي أيام التشريق بعد يوم النحر، ويوم النحر الأعمال فيها كثيرة، رنحت هذا ترتيب الأعمال في يوم الحج الأكبر. رنحت الراء رن والنون النحر والحاء الحلق والطاء الطواف، هذا الترتيب السني وليس وجوبا ولكنه على الأكمل. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات والدتك، وأن يسكنها في سعر الجنات ويرفع ذكرها في الأولين والآخرين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك ونفع الله بك محمود. أرجو أن تبشرني بأنك أنهيت جميع الكتاب بإذن الله، حفظكم ربي وأحسن الله إليكم. وأيام منى هي الأيام الثلاثة
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لكنه الأكمل، لأنه قال ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذه لها فقهيات، لأنه لو خرج وذاهبا إلى يعني راجعا من منن، فإن أخره السفر ومشاغل السفر والخروج أو الزحام من منى يحكم عليه بأنه خرج من منى، فلا يجب عليه المبيت. لكن إذا لم يتحرك حتى غرب أو غروت الشمس عليه في يوم التشريق الثاني، وجب عليه أن يجلس، أن يبيت بمنى ويجلس فيها اليوم الثالث، ويرمي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حدثنا عبد الرحمن بن عمر عن النبي نحو بمعناه. نعم. قال ابن أبي عمر قال سفيان العينة وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. انظر إلى الأقران عندما يروي بعضهم بعض من بعض. والله أنا متعب جدا يا أستاذ، الحمد لله على كل حال. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، رضي الله عنك، رضي الله عنك، حفظك ربي ورضي الله عنك. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، رضي الله عنك، جزاكم الله كل خير، الله يحفظك من كل سوء يا رب، الله يسكن الوالدة فسيح الجنات يا رب. هنا سفيان بن عيينة يروي عن سفيان، عن سفيان الثوري رضي الله عنك يا محمود، ووفقك الله كل خير وعمل. رضي الله عنك يا دكتورة شيماء، لما تتغيبين؟ تغيبتي أكثر من مرة دكتورة شيماء، لما؟ لما؟ وقال أبو عيسى والعمل على هذا على حديث عبد الرحمن بن يعمر أو يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أنه من لم يقف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج، ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري، قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا أنه ذكر هذا الحديث، فقال هذا الحديث أم المناسك، لأنه أظهر أن الحج عرفة، وأنه من أدرك عرفة من ليل أو نهار وكان قد صلى الفجر بمزدلفة جمع بات فيها، وأيضا بات في منن ثلاثة أيام التشريق سواء عجل أو أخر، فيكون قد أتى بالحج على ما أراد، أتى بالحج على وجهه. نعم. وقد قال النبي الحج عرفة. يقول سيوتي لا أجود حديث أهل الكوفة، وذلك أن أهل الكوفة يكثر فيه من التدليس والاختلاف، والحديث السالم من ذلك فأن الثوري سمعه من بكير، وسمع بكير من عبد الرحمن، وسمع عبد الرحمن من النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك، لكن ما اعتدنا على تخلفك، فلما التخلف؟ لما دكتورة؟ فهذا حديث لم يختلف فيه على الإسناد وقام الإجماع به. ونقل ابن ماجه في سنن عن شيخ محمد بن يحيى الزهري بأنه قال ما أرى للثوري حديثا أشرف من هذا. وفي حديث عروة بن المدرس عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. وهذه مهمة جدا، وهي فيها الرجوع إلى العلماء، ف
فذهب فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلط عليه، لأنه أتعب نفسه جدا، كل جبل يراه يقف عنده. لما تأخرت؟ لما تأخرت؟ يقف عنده، قال: ما تركت حبلا إلا وقفت عليه. فهو لا يدري، شوف هنا يجهل هذا، حتى لو كان، وهذه فيها دلالة على أنه حتى لو كان يجهل ويوم عرفة لم يقف بعرفة لا يستدركه، فقد فاته الحج عليه حج من قابل. لكن لو وقف بعرفة من ليل أو نهار، والنهار يبتدئ على قول المحققين من بعد الزوال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفة إلا بعد الزوال، لأنه ضربت له النمرة بوادي عرنة، ببطن عرنة، وهي ليست من عرفة. ضربت له الخيمة فنزل فيها فصلى بالناس الظهر والعصر جمع وقصر في جمع تقديم، ثم بعد ذلك ذهب فوقف بعرفة. فرجع هنا عروة بن الضرس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجوعا إلى العالم ليعلم الأمر على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا: من صلى صلاتنا هذه بجمع، جمع المزدلفة، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل أو نهار. هذه فيها دلالة واضحة في هذا الباب، أن الوقوف عرفة ركن، هو الركن الأعظم من أركان الحج. الوقوف عرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج، والمبيد مزدلفة من واجباته، لا سيما الصلاة بجمع، يعني صلاة الفجر بجمع، ليذكر الله عند المشعر الحرام، كما قال تعالى: واذكروا الله عند المشعر الحرام. فيبيت ثم ذلك يدفع إلى منى فيرمي الجمار، نعم، وينحر الهدي ويحلق الرأس الشعر ويطوف البيت، وهذا هذه أعمال يوم النحر، وهذه الأعمال يوم النحر بالذات هو أعظم أيام الحج عملا. ولذلك قال: من صلى صلاتنا هذه بجمع، وكان قبل ذلك وقف بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. قضى تفثه، ما عليه من الإحرام في هذا الباب ما تعلق به من الغبار وغير ذلك. وأيضا قيل التفث وهو حلق العانة ونتف الإبط وغيرها من 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 خصال الفطرة. قال: باب ما جاء من تقديم الضعف من جمع بليل. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال المصنف: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني، شيخ من أصحاب الكتب الستة، حدثنا حماد بن زيد من أساطين المحدثين، يتقدم عن حماد بن سلمة في الحفظ، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل. وفي الباب عن عائشة وحبيبة واسماء بنت أبي بكر والفضل بن عباس. هذه أيضا فيها دلالة على الترخيص، والترخيص يدل على الوجوب، ما رخص النبي في حكم إلا وقد كان هذا الحكم واجبا، فأن يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه دلالة على أنه واجب. لذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعف، عليكم السلام ورحمة الله، لما تأخرت، الضعف من والنساء من الدفع بمزدلفة بعد منتصف الليل بعد غروب القمر. فكانت أسماء تصلي وتقول لمولاها: أغرب القمر؟ يقول: ليس بعد. فتصلي حتى تدفع وتذهب إلى منى فترمي الجمار، والدفع من أجل الرمي، الدفع أصلا من أجل الرمي، نعم. فكان ترخيصا للنساء ولمن يخص النساء لأنه يأخذ حكمه رضي الله عنك أسعد. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال عيسى: هذا حديث ابن عباس، حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعف من المزدرفة بليل يصلون إلى منى. وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس. ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون وهو قول الثوري والشافعي. قال أبو عيسى حديث ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل نعم يعني النساء. قال شعبة الحديث من المشاش عن عطاء ابن عباس عن الفضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل. وهذا حديث خطأ أخطأ في مشاش زاد فيه عن الفضل ابن عباس. وروى ابن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن الفضل. ومشاش بصري روى عنه شعبة. هو جاءت الرواة أي بنين أي نعم إن شاء الله لو تأتيني عبد الرحمن ممكن نمشي معا. تأتي إن شاء الله أي أبينية لا ترمو حتى تطلع الشمس. أبينية لا ترمو حتى تطلع الشمس. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة. بعضهم قال يجب الرمي بعد طلوع الشمس لا يجوز لقول لا ترمو حتى تطلع الشمس. وقال العلماء بعد طلوع الفجر يجوز وهذا قول الحنابلة متوسط. والشافعية قالوا يجوز الرمي بالليل وهذا الراجح الأنسب الموافق لروح التشريع لأن النبي ما رخص لهن في الدفع إلا للرمي لأن الزحام الشديد يكون على الرمي. وأم سلمة رخص لها النبي فدفعت وقابلت النبي في الفجر أو في الظهر في أمرها أن تقابله في منى ظهرا وهذا لا يكون إلا أن ترمي قبل الفجر. وأسماء رمت قبل الفجر والله ما أذن لهم ما أذن لهن بالدفع من مزدلفة إلا للرمي. فالصحيح أنه يجوز الرمي قبل الزوال. الصحيح أنه يجوز الرمي قبل طلوع الفجر وطلوع الشمس لا قبل الزوال. الخطأ يرمين ليلا قبل طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس لأنه لم يرخص لهن في الدفع إلا من أجل الرمي. لم يرخص لهن في الدفع إلا من أجل الرمي. الفوائد المستنبطة من الحديث: المشقة تجلب التيسير. رحمة الله بالتشريع في رحمة الله على المكلفين بالتشريع. المشقة تجلب التيسير. من كان مع قوم أخذ حكمهم. الحج عرفة. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.